بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة جوار السويس، أنا خدت عهد على نفسي إن أنا كل فترة أعمل لكم صنف من أصناف الأكلات السويسية البحرية، إذا كانت من السمك أو من الجمبري والصبيط أو الكابوريا. النهاردة عندي ليكو طبق هيبقى مميز إن شاء الله. هعمل لكم رز صيادية أحمر بالبصل، وهيكون البروتين بتاعه عبارة عن جمبري وصبيط، واخدهم على طريقتين. الطريقة الأولى هي إن أنا هعمل من قشر الجمبري زي ما احنا شايفين، دي نظافة الجمبري، الراس برضو لسه محملة. باخد بعد ما غسيل القشر ده والراس كويس جدا، ولا اقول لكم تعال نشوف على الطبيعة. اول حاجة يا جماعة بجيب وعاء وبحط فيه مية وبحط قشر الجمبري فيه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين. هضيف لشوربة الجمبري يا جماعة مبشور الجزر، وانا بشرته عشان يبقى سريع في التسوية ويدي الطعم في شوربة الجمبري. وعندي كزبرة وفلفل أخضر وحتتين قرن فلفل أو ثلاثة شطة وبصلاية واحدة. هضيف عليهم التوابل دي، كزبرة، كاري، بهارات سمك، ملح، فلفل أسود وكمون. يبقى كزبرة وكمون وبهارات سمك وملح وكاري وفلفل اسود وطماطماية متوسطة كبيرة هحطها برضو. كل ده هحطه على ايه؟ على الجمبري وهو بيغلي على النار. اول حاجة يا جماعة حطينا الطماطم، حطينا الطماطم يا جماعة، وبعدين هحط الجزر المبشور الفلفل والكزبرة والبصلة والتوابل وهسيبهم فترة على أساس يندمجوا مع بعض، وآخد خلاصة قشر الجمبري وخلاصة الإضافات اللي أنا ضفتها، طماطم والجزر والبصل مع بعض. اللي يحب يحط فص او فصين ثوم يا جماعه يحط. الكلام ده هيفضل يغلي لما اوصل لدرجه ان انا خلاص الجمبري قشر الجمبري طلع العصاره اللي فيه في الشوربه. دي الخطوه الاولانيه يا جماعه، وهنشوف هنستفيد منها في ايه او هنستعملها في ايه ان شاء الله. طبعا يا جماعه نسيت اقول لكم حطيت حبهان، وادي شايفين الشوربه بتغلي، معلش بخار الميه معاكس الكاميرا. وبعد كده هصفي الكلام ده بعد ما يستوي تماما. الريحه والله يا جماعه اللي طالعه بسم الله ما شاء الله،
هتعملوها وتجربوها ان شاء الله. ريحه ممزوجه بخلطه التوابل بالجزر مع بعض كده مع ميه الجمبري مطلعه ريحه هتعجبكم ان شاء الله. واقول لكم الميه دي او الشوربه دي هستعملها في حاجتين. نتابع يا جماعه. عشان نحضر يا جماعه رز الصياديه، انا قطعت ثلاث بصلات كبار وتعمدت ان انا احطهم من غير زيت الاول واقلبهم على نار هاديه علشان ميه البصله تنزل وما ياخدش وقت معايا في التحمير، وبعد كده اضيف الزيت. بعد حوالي 5 دقائق وحسيت ان البصله بدات تدبل معايا، من غير زيت يعني، بصوا يا جماعه من غير زيت تمام؟ تدبل بس، بعد ما تدبل اروح حاطط مقدار زيت الرز. هفضل احمر في البصله لغايه درجه البني الغامق، نتابع مع بعض. بنتابع تحمير البصل يا جماعة، وهي عايزة صبر شوية، بتغيب شوية على ما تحمر. عالي النار عادي يخليها متوسطة، وتابعها قلبها لغاية لما تبقى بني، مش سودة، بني غامق. نلاحظ يا جماعة ان شاء الله واحنا بنحمر البصلة خليها كلها لون واحد وبني غامق، لانك انت لو حطيت الرز قبل ما ياخد اللون البصله اللون الحلو بتاع الصياديه هيبقى فاتح، البصله هتفتح يبقى الرز لونه فاتح. فاحنا هنحاول نصبر شويه لغايه لما البصله تغمق خالص ما تسودش بني غامق، وبعدين نبدا ننزل الرز بعد ما نغسله ونقلبه على الخلطه دي. اثناء ما انا بعمل الكلام ده انا صفيت شوربة روس الجمبري والقشر، وهضيف له اضافات عندي صوبيا وصبيت ضفتهم عليها يا جماعة، ويغلوا لغاية لما يستوي كويس. في هذه اللحظة بحط فلفل الوان وشبت على خفيف واسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين، ومن تحت طبعا الصبيط والجمبري. هنتابع يا جماعة. بنتابع يا جماعة تحمير البصلة، وحبيت اوريكم بس مش دي الدرجة لسه اللي انا عايزها، انا عايزها زي اللون اللي هي فوق دي. لما توصل البصل كله لون واحد مفيش بصلاية بيضة فيه أبدأ أنزل بالرز، بس أنا بوريكم الدرجة دي عشان مش هي دي الدرجة اللي أنا عايزها، لسه ما وصلتش. في حباية بني أهي فوق، هي كلها هتبقى البني الغامق ده. طبعا بنتابع شوربة السي فود، وهبدا اضيف لها اضافات. وصلت للدرجه اللي انا عايزها من السوى، هبدا انزل بكوبايه لبن بالقشطه على شوربه السي فود وغلوتين وكفايه كده. ادي يا جماعه منظر شوربه السي فود. طبعا انت بتظبط ملحك، بتظبط توابلك، التوابل بتاعتك حسب ما انت عايز. ممكن حتة قرن فلفل حامي شوية، اللي بيحب بقى، ده تذوق كل واحد على
ما زلنا بنتابع تحمير البصلة. عموما يا جماعة، الناس اللي هي متعودة تعمل الصيادية في ريحة معينة كده بتوصل لها درجة البصلة، بتبقى ليها ريحة مميزة وتبقى التعسيلة في الريحة حتى مش في الطعم. كده البصلة يا جماعة وصلت للدرجة اللي أنا عايزها، أهي بني غامق مش سودة، بني غامق. وهنزل بالرز بقى. الطبق الثالث اللي هعمله هحمر جمبري وسوبيا، بس قبل ما احمرهم هتبلهم في خلطة فلفل الألوان والبصل والتوابل، أسيبهم يسبكوا مع بعض وتشرب التتبيلة، وبعدين نقليها ونشوف هنقليها ازاي. مهم جدا يا جماعة قبل ما تقلي الجمبري او السوبيا او السمك الفيليه، انك انت تحط له الخلطة دي. الخلطة دي عبارة عن فلفل الوان وبصل وتوابل، وبنقعه في التسبيكة دي لغاية لما احس ان ايه دخلت وامتزجت مع المخلوط، وبعدين هنتابع ازاي بقليه. الصنف اللي بعد كده يا جماعة بحضر بصلاية بقليها تقلية ولا متصفر، احط عليها فلفل الالوان اسكرت، وبعدين اضيف عليها الجمبري والصوبيا عشان تبقى متسبكة ومستوية. البصله دبلت وبدات تبقى صغار، اضفت فلفل الوان اصفر احمر عليها، وهسبكهم مع بعض لغايه لما توصل درجه تحمير معينه. ابدا اضيف السوبيا والجمبري عشان ياخدوا السوا مع بعض. هنزل بالسوبيا الاول يا جماعه على اساس ان السوبيا بتاخد وقت شويه في السوى عن الجمبري. وبعد حوالي 5 دقايق انزل بالجمبري. ابدا انزل بالجمبري واقلبه، واثناء هذه الفتره بحط التوابل اللي انا عايزها يا جماعه والملح اللي انا عايزه، ونتابع يا جماعه. بنتظر لغايه لما الجمبري يلف زي كده ويبدا لونه يبقى محمر شويه، واصبر عليه وهدي عليه النار لغايه لما يستوي تماما، وفي الحاله دي هيبقى جاهز كبروتين للاكل. يا جماعة شرائح الصوبيا والجمبري والفلفل الألوان الأحمر والأصفر والبصل، ما حطيتش طماطم لأني مش مفضل أحط طماطم في الرز الصيادية الأحمر. مع بعض يا جماعة يكمل السوا. هجهز للجمبري المقلي بالصوبيا المقلية عشان نحط لكم السفرة، وبألف هنا لما تجربوها او تفضلوا عندي تاكلوها. يا جماعه عذرا، ده اجتهاد مني، انا مش شيف، انا مش طباخ، انا بحب السمك واكلات السمك، وزي ما بتخيل في دماغي الطعم هيبقى ازاي، بحب اكل زي ما انا بستطعم. يعني والله انا مفيش فكره في دماغي معينه. رز الصياديه معروف بتعمل ازاي، لكن الاضافات والاكلات اللي انا هعرضها معاكم دي بتبقى حسب كل واحد واستطعامه. لازم يتاكل جنب الكلام ده يا جماعه بقى المايونيز والكاتشب او صلصه طماطم مسبكه للي بيحب، دي كمقبلات مش كطعم اساسي على الرز وعلى الطبخه. لا، اللي عايز يحط مقبلات جنبها، عندك المايونيز، عندك سلطه الطحينه،
عندك صوص فول الصويا او دمعه متسبكه، وكل واحد حسب مزاجه. الجمبري والصويا اللي كنت متبلها في الخلطه صفيتها من عصير الطماطم والخلطه والفلفل عشان هبدا اقليها. يا لازم تصفيها وتسيبها بخلطتها الجافه الناشفه دي، هتحط عليها الدقيق وبعدين اغربله بالمصفى السلك وبعدين اقليه. يا جماعه ضروري جدا انك انت بعد ما التتبيله بتاعت الجمبري والصوبيا تتبل بتحطها في مصفى لغايه لما تصفي العصير كله. وممكن استخدم العصير ده بقى في حاجه تانية، في صوص الصلصه اضافي عشان يبقى مقبل للاكل. نتابع. ادي الجمبري والصوبيا بعد ما اضفت عليهم الدقيق وغربلتهم كويس بالمصفى دي السلك عشان الزيت ما يتحرقش من الدقيق زياده، وهبدا انزل بالخليط ده الجمبري والصوبيا على الزيت المقدوح، لازم يكون مقدوح. نتابع يا جماعه. بعد ما الزيت قدح نزلت بالصوبيا والجمبري، وما تقلبش الا لما القوام بتاعها يبقى ماسك عشان الدقيق ما يقعش من على الصوبيا او الجمبري. اصبر عليها لما تبدا تخش في الاحمرار والتماسك، قلب براحتك بشوكه مفتوحه زي دي كده. هنتفرج ونشوف الخطوه الثانيه. انا لسه حاطط في الصوبيا والجمبري وهنتظر لما يبقى التماسك موجود وابدا اقلبهم يا جماعه تقليبه على الوش ده والوش ده لما كله يتحمر التحمير اللي انا عايزه. في ناس بتحب الجمبري الصوبيا طريه، انا بحبها طريه، وفي ناس بتحبها ناشفه، كل واحد حسب استطعامه وطريقه الاكل. الجمبري كل ما يكون طري بيبقى طعمه حلو والفايده بتاعته اقوى وبيفضل طعمه محتفظ بيه، لكن لما تتحمر وتنشف انا ما بحبذهاش وما بحبهاش. اعزائي مشاهدي قناه جوهر السويس، وبنفس والله مفتوحه بقول لكم تعالوا اتفضلوا معايا. ده مجهود يوم، مش يوم، صنف واحد جمبري وصنف واحد صوبيا، عملنا بيها الاكلات اللي انتم تحبوها ان شاء الله، وهنشرح حاجه حاجه. ده طبعا رز صياديه وعليه الجمبري والصوبيا المتحمره، ده متحمره، ودي الرز، ودي انا بحب دايما يعني ايه برتقانايا مخلل حاجات جنب ايه جنب الاكل. المايونيز انا ما عملتوش بس حط جنبه مايونيز هيعجبك قوي. يبقى ده الطبق الاولاني يا جماعه، انتاج صوبيا وجمبري ورز صياديه. الجمبري اللي هنا والصوبيا مقليه، انا بحبها طريه زي ما قلت لكم عشان كده تلاقوها باللون الفاتح ده. الصنف الثاني اللي هو تخديعة البصل والفلفل الالوان والجمبري والصوبيا، بيستووا بيطلعوا لي الصوص ده. بصوا يا جماعه ده صوص مش زيت، صوص شوربه جمبري وصوبيا ناتجه من عصير الفلفل الالوان الابيض الاحمر والاصفر والبصله وعصير الجمبري والصوبيا. عملت كمان من قشر وروس الجمبري سي فود. بصوا يا جماعه هنلاحظ، بصوا يا جماعه اهو، بصوا اللهم صل على النبي، ده جمبري وهو الكبش ده طلع الجمبري وطلع لي مع الصوبيا، اهي الصوبيا اهي، الله خليك على كده. بصوا يا جماعه شوربه سي فود اولا بمكونات بسيطه جدا، قشر الجمبري والروس مع الحليب والقشطه وشبت جميل جدا، وفي فلفل الوان اهي برضه محطوطه، بصوا يا جماعه بقى الله بألف هنا عليكم وجربوها. شوربه دي لو خدتوها في المطاعم وشفتوها في المطاعم هتلاقوا فرق كبير جدا جدا في السعر وفي الجوده. ده جمبري طازه انا جايبه على ايديا، ودي
المقلي زي ما احنا شايفينه. بصوا يا جماعه، الله الله. حط بقى جنبها صوص الفلصويا، كاتشب، صلصه طماطم. وده دي ده مقلي يا جماعه، ده مقلي. انا بحبه مقلي كده، اللي عايز ينشف ينشف. وده عباره عن عصير الفلفل والجمبري. حاجه والله يا رب، يا ريتكم الف هنا وشفا عليكم لو جربتوها. وليه عايز تفضل عندي، يتفضل والله بكل سعه وامتنان. ادي طبقين شوربه، وفي شوربه ثانيه عندي. تمام. الله الله. بتاكل من هنا وبتاكل من هنا، تاكل من هنا، شكل براحتك. والف هنا وشفا عليكم وعلينا وعلى كل اللي يجرب. مع تحيات قناه جواهر السويس.